كشفت وزارة المواصلات والاتصالات عن إحصائيات حركة الركاب من شهر يونيو لغاية شهر أغسطس من العام الحالي، حيث بلغ عدد القادمين إلى مملكة البحرين 1,200,000 مسافر، فيما بلغ عدد المغادرين من المملكة 1,300,000 مسافر، أي ما يزيد قدرها على 9% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2023. للحديث أكثر حول هذا الموضوع تنضم إلينا عبر الهاتف السيدة ابتسام محمد الشملان، الوكيل المساعد للنقل الجوي وأمن وسلامة الطيران بوزارة المواصلات والاتصالات. نرحب بك في نشرة الأخبار. كما كشفتم عن هذه الإحصائيات التي ذكرتها وزارة المواصلات والاتصالات سيدة ابتسام، بأن هناك تطور في الحركة الجوية بمطار البحرين الدولي خلال فترة الصيف والنصف الأول من عام 2024، طبعا مقارنة بالعام المنصرم، كيف تتحدثين عن هذا التطور؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شهدت حركة المسافرين وحركة الطائرات بمطار البحرين الدولي ارتفاع ملحوظ منذ بداية عام 2024 إلى نهاية شهر أغسطس مقارنة بالعام المنصرم، وخلال هذه الفترة بلغت الزيادة في حركة المسافرين ما نسبته 11%، حيث بلغ إجمالي عدد المسافرين القادمين والمقادرين والمحولين عبر مطار البحرين الدولي 6.4 مليون مسافر، كما شهدت حركة الطائرات نمو ملحوظ في الحركة بنسبة 10%، حيث بلغت إجمالي حركة الطائرات القادمة والمقادرة لمطار البحرين الدولي والعابرة لأجواء إقليم مملكة البحرين 383 ألف رحلة. وخلال الموسم الصيفي من يونيو إلى أغسطس من العام الحالي، شهد مطار البحرين الدولي زيادة في الطلب على السفر من قبل المواطنين والمقيمين نتيجة تقديم خيارات عديدة من قبل شركات الطيران، وذلك بفتح وجهات جديدة تلبي طلب سوق السفر، حيث بلغ النمو في عدد المسافرين القادمين والمقادرين والمحولين نسبة وقدرها 9% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، حيث بلغ إجمالي عدد المسافرين أكثر من 2.6 مليون مسافر بمعدل إشغال المقعد والذي بلغ أعلى من 80%، وبلغت عدد الوجهات التي تربط مطار البحرين الدولي بالأسواق العالمية والاستراتيجية والسياحية 75 وجهة يتم تشغيلها من قبل 34 شركة، كما أن الناقل الوطني لمملكة البحرين شركة طيران الخليج والتي تمثل 65% من حصة السوق قد ساهمت بقسط كبير في هذه الزيادة الملحوظة، وذلك من خلال فتح وجهات جديدة مختلفة إلى وجهات استراتيجية. نعم، إذا سيدة ابتسام تحدثت عن التطور الحاصل على صعيد الحركة الجوية في مطار البحرين الدولي، ولكن هناك بلا شك ربما يكون هناك أيضا تطور في الخدمات اللوجستية الشحن الجوي خلال السنة الحالية مقارنة بعام 2023. نعم، في ظل المبادرات والاستراتيجيات للوصول إلى تنمية اقتصادية شاملة تقودها مملكة البحرين لتصبح ضمن أفضل 20 وجهة عالمية للخدمات اللوجستية، وذلك من خلال الاستفادة من موقعها الجغرافي الاستراتيجي المتميز وإنشاء شبكة خدمات لوجستية متكاملة تربط الأرض والجو والبحر معا لتمكين الأعمال التجارية وتسهيل تدفق المنتجات. فقد شهد حجم الشحن الجوي زيادة مضطردة للفترة من شهر يناير حتى أغسطس من العام الحالي، حيث بلغت نسبة النمو في الشحن الصادر والوارد 20%، كما أن الاستمرار في تطوير البنية التحتية اللوجستية وزيادة المساحات الخاصة بالشحن الجوي في مطار البحرين الدولي كون الشريان الرئيسي، وذلك بعد الانتهاء من المرحلة الأولى من قرية الشحن الجوي السريع، بالإضافة إلى العمليات التوسعية التي قامت بها شركة ديجيتال، سيسهم في تسهيل تدفقات التجارة والاستثمار بما يتماشى مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 وتعزيز موقع ومكانة مملكة البحرين في قطاع النقل الجوي وصناعة الطيران. نعم، إذن كنت معنا السيدة ابتسام محمد الشملان، الوكيل المساعد للنقل الجوي وأمن وسلامة الطيران بوزارة المواصلات والاتصالات، شكرا جزيلا لك.